مساء الخير استاذ فياض. مساء الخير لك ولا ضيفك. يا هلا فيك. النور. الازمه موجوده، ما زالت موجوده، شح المزود، شح الفيول، المولدات بتأنين، الكهرباء بتأنين، الطوابير على محطات البنزين. شو صاير فينا؟ يعني ليش الحل هالقد متعذر؟ الحقيقة يعني جوهر الأزمة معروف شو هو، إنه القرار السياسي بده متمسك بالدعم، ومن تاني مال الوضع المالي حسب ما عم نفهم من مصرف لبنان ما بيقدر يتحمل هالدعم، وهذا المشكل الأساسي بالنتيجة. اليوم الكميات اللي بدها تدخل على لبنان إن كان هي فيول لشركة الكهرباء أو هي مازوت وبنزين للبلد بدها تمرق عن طريق مصرف لبنان لأنها مدعومة بالسعر. هالدعم هيدا مش متوفر بالحجم المطلوب. إذا حيضل في شح دائما. طيب بس مثلا كشف هيدا بشكل عام، هيدا بشكل عام استاذ فياض، بس اليوم عم بيقول النائب محمد خواجة انه جرى افراغ 70 مليون لتر من مادة المازوت لحساب شركات خاصة مدعومة من مصرف لبنان، وطالب وزارتي الاقتصاد والطاقة بتأمين ايصال هالمادة بالسعر الرسمي للمواطنين ومنع احتكارها ومنع بيعها بالسوق السوداء باضعاف اثمانها. اول شيء أول شيء ما بعرف إذا الكمية 70 مليون على الأد ولا لا، بس هالحالتين 70 مليون إذا الاستهلاك اليوم هو بين 15 وال 20 مليون بالنهار، عم نحكي عن 4 أيام، يعني تحت بس نحط الأمور ضمن واقعها الحقيقي بالنسبة للاستهلاك. اليوم ما في كهرباء غير ساعتين، والاستهلاك المازوت عادة بدون مشكلة الكهرباء هو 10 ملايين بالنهار، اليوم هو بين 15 وال 20 مليون، يعني هيدا 70 مليون عملية 4-5 أيام. هلأ نحن بالنسبة لوجودها كشركات مستوردة، الكميات بتدخل لعنا على مستودعاتنا تحت إشراف الجمرك وبتطلع تحت إشراف الجمرك بكل الكاميونات، ما في أي تلاعب لا بالكمية ولا بالسعر. اليوم بس تطلع تتحمل وبتظهر عند الموزعين وبتروح إلى الزبائن تبع الموزعين يلي كل عمرهم هني عم يسلموا السوق، يعني من 30 سنة لليوم، هل عم توصل بالسعر الرسمي او عم توصل للناس اللي محتاجين لها اليوم؟ ما في عندنا نحن مراقبه لهالموضوع دقيقه، ولكن مين اللي لازم يراقب؟ كيف ما في مراقبه؟ عم نسلق نحن كل كميون بيطلع من اي شركه بيظهر معروف لوين رايح ومين الشخص اللي حمله، والمعلومه موجوده بالجمارك، وبيجوا بيدققوا عنا كمان عدة مراجع أمنية وبالوزارة النفط ووزارة الاقتصاد. طيب فأذن استاذ فياض، مين اللي عم يحتكر؟ مين اللي عم ببيع بالسوق السوداء؟ مين اللي عم بهرب؟ أنا بقول اليوم تهريب. هلأ إذا موجود تهريب ما فينا نعمل شيء، نحن مش بإيدنا التهريب. موضوع بإيد التهريب بإيد أكبر مين؟ مني بإيد مين؟ بده حدا ما يخلي البضاعة تطلع برات لبنان. بس احكي لي الأشياء مثل ما هي، البضاعة بتروح على المحطة، إذا من المحطة رجعت ظهرت وراحت بجالونات وبكميونات على بخارج لبنان، مقدرتنا صعبة. بس كمان وجود التهريب هو من وراء الدعم. بس خليني هلا أقول السوق السوداء اللي هو موضوع جديد اليوم بسبب نقص الكميات. هيدي السوق السوداء كمان من جراء العالم يلي إذا حصلت على كمية معينة وفي أولويات وفي ناس محتاجة وفي ناس تجي بتدفع أكتر لتاخد قبل غيرها، تخلق سوق سوداء للأسف. يعني وين الحل؟ شو الحل؟ هلا أول شيء بالنسبة للبنزين، الكميات اللي عم تنعطى وعم تتسهلك ما تغيرت كتير من سنة لسنة، بعدها هي ذاتها. مشكلة البنزين بيوقف وبينقص وبزيد أوقات بسبب عدم إمكانية تنظيم الاستيراد مع الاستهلاك، لأنه إذا نهار إجت باخرة وما في موافقة مسبقة أو مش مدفوعة اللي قبلها بتوقف تنطر. هيدي عملية ساعة بيكون في بنزين هالجمعة، بعد 4-5 أيام ما بقعد في بنزين، بخف برجع بعدين بدخل بنزين. بس هو هيدا الخلل، هيضلوا هيك. هيدا الخلل بموضوع الموافقة أو عدم الموافقة ليش عم بيصير؟ عم بيصير لانه السايكل بين دخول البضاعه وقبضة من مصرف لبنان، اذا بده ياخذ 20 يوم بدك انت بعد 20 يوم تجيب الباخره اللي بعدها. طيب ليه بده ياخذ 20 يوم؟
يعني اذا لانه هيدا هيك عم ياخذ. اذا في ازمه، اذا في ازمه ما في تدبير يكون. انا عم بحكي بالنسبه للبنزين والمزبوط قبل الازمه، الازمه الكبيره هي اكيد الازمه ما بحلوها بوقتها. يعني كيف بتلاقي انت بكون واقفين اربع بواخر برا فيهم بنزين ومزبوط، بينطروا جمعه بعدين بفوتوا، ليش بده ينطروا جمعه؟ واول شيء الشركات عم بتجيبهم هي قبل ما تكون عندها الموافقه وقبل ما تكون قابضه اللي باخرها اللي قبلها. لو بدها تنطر الشركات لحتى بس تخلص الباخرة الأولانية تقبض حقها وتاخد موافقة تانية وتجيب، بدها 15 يوم بين باخرة وباخرة. بس هيدا خلل كبير، وهي فضيحة. مين بيتحمل مسؤولية هالخلل اللي عم تحكي عنه؟ الخلل بتحمله اليوم يلي عم يدفع، يعني مصرف لبنان بيتحمل يعني الفترة بين الدفع والقبض والباخرة التانية بيتحمله اللي عم يدفع. بس هل اللي عم يدفع معه مصاري ليدفع ولا لا؟ أنا ما بعرف. يعني عم ندور بحلقة مفرغة. هل الحل برأيك، يعني قبل ما أسمع مداخلة الأستاذ جوزيف، هل الحل هو برفع الدعم؟ صار لنا سنة ونص سنتين بنقول رفع الدعم ضروري. أول شيء رفع الدعم بشيل موضوع التهريب. بس رفع الدعم لحاله ما بيمشي، رفع الدعم لازم يكون يجي معه وسائل تانية بتسمح للأشخاص اللي أنت حابب تدعمهم أنك تدعمهم بوسيلة. شو هن الوسائل التانية؟ شو مثلا؟ في وسائل كتير بس بدك مين يطبقها. مثل شو؟ فيك تعطي بونات لناس معينين، فيك تعطي بس للقطاع التنقلات وتترك العالم تدفع اللي بدها تدفعه بالنسبة للبنزين. بالنسبة للمازوت الموضوع شوي أصعب لأنه بتعلق بعدة قطاعات، الصناعة والزراعة وسلة الأزمة الجديدة بالمازوت اللي الكل لازم يعرفوها وبيعرفوها أصلا هي الكهرباء. اليوم في ساعتين كهرباء، مين عم بيغود عن الكهرباء؟ الجنراتور بده مازوت، والمازوت وعم بيقني يعني دوبلة كمياته وما عطوك موافقة تجيب هالكميات، كيف بدك تعمل؟ اسمح لي، خليني اسمع الاستاذ جوزيف قبل ما اسالك عن موضوع النفط العراقي، يعني يلي تم توقيع العقد. تفضل استاذ جوزيف. انا بقول الاحتكار هو رئيسي بالموضوع، احتكار البنزين والمازوت والتهريب، ايضا احتكار الشركات وتهريب البنزين والمازوت. مصرف لبنان ما في داء بالاحتياط، ولو يعني بعتوا وراء السلطه لا حاكم مصرف لبنان استاذ رياض سلامي وقالوا له انه انت بدك تضلك تدعم والى ما هنالك، هيدي مش امواله، هيدي اذا بيدق فيها يعني بيلحقوه باموال الناس. نعم. اموال المصارف. طيب شو الحل؟ الحكومه تجيب مصاري. الحكومه اللي قامت قالت انه نحن ما بدنا ندفع ديون اللي علينا ونعلن افلاسنا، الحكومه هي مسؤوله. نحن مثل اليونان، مثل البرتغال، مثل نحن دول فقيره بدنا نضل نتدين، كان لازم يجدولوا الدين. يعني حكومة تصريف الأعمال كان لازم تقوم. أكيد ما له حق، كان الرئيس حسان دياب يوقف هالوقفة ويقول، لأنه قلنا لهم يوم تركبوا على الديك شوفوا موديك، ركبوا عون ديك، قالوا نقولوا هالحكيات وحطوا راسهم راس المصارف ومصرف لبنان، خربوا البلد، فقرونا واقفين نوقف على الصف. مين طلع الديك؟ ما راح أقول اسمه، بيعرف خيول. ما بدي أقول خيول. ما بدي أقول لأنه هو الديك مش صفة هو سيئة، هو ما الديك، هو ما بيحرز. بس أنا اللي عم بدي أقول لك إياه، بدي أقول لك إياه إنه هالبلد يعني إنه شو مصرف لبنان بده يضل يمول مثل إجي بالسنة مليارين 3 مليار دولار، يعني عم بيروحوا هيك هدر لمين؟ للحيتان المال بالبلد، لحيتان المال بالتهريب. هي أول شيء. ثاني شيء يا خيي، أنت يا دولة لبنانية ليش ما بتستورد فيول؟ تستورد مازوت، لانه الفيول ما بينباع بالسوق السوداء، المازوت بينباع بالسوق السوداء. لانه هاي وزاره الطاقه وزاره الحراميه لازم تسكر هاي. لانه اكيد، لانه هيدي النفط البنزين والمازوت والكهرباء والسدود والمي، هاي كلها هي بتعملهم وما عمل شيء منهم. قلنا 12 سنه وصلنا لوقت صفر كهرباء. لو هي بتجيب الفيول 15 ساعه بتعطي 15 ساعه، يعني مثل الله يوجه له خير اللي وقع بس ابراهيم على الاجراء اللي عمله وعلى هالتدبير اللي عمله مع العراق، مع العراق الشقيق. وبنقول له شكرا عراق من كل قلبنا، قالوا لي عطيونا شيء وبيصرفوه بقلب لبنان. خليني اسال استاذ فياض بس لحظه، انه هاي الدوله اللي ما بتستورد الا مازوت لتهربه بالسوق السوداء، هي وزاره الطاقه لشو شغلتها بس تجيب المازوت والبنزين؟ مش هي تنظمهم وتوزعهم وتبيعهم؟ شو هالفلتان هيدا؟ لك شو هال بعد مستشارين بيعملوهم وزراء، بس سكرتير بضل.
كيف بتطلع نادر البستاني وزيرة الطاقة كانت مستشارة بتقبض بالشهر 10-12-15 مليون. طب ما يا خي عم بده يعني صار لنا سنة من بيقولوا بدنا حكومة اختصاصيين وتكنوقراط. ايه. طيب ما شو خاصة هي؟ يا خي لا بس عم بحكي انه المستشار كفيلة. المستشار مش ايه. انه زلمة عاطل ما بيكون هيدا متخصص يمكن متخصص. وعنده شهادات وبيكون تكنوقراط. ايه ما عم بتقولوا بدكم تكنوقراط. لا المخصص زحطوه برا. مين؟ ما عارف منو قلنا لك سمينا لك قبل شوي هوري عطا الله نحن اللي عم نقوله اللي اجوا وزراء الطاقه اللي اجوا يا اخي ما قبلوا حتى بالسيمنز تمشي لك كهرباء بلبنان تعمل لك معامل اختلفتوا انتوا علي حسن خليل الوزير الحاج علي حسن خليل صديقنا اختلفتوا انتوا وياه على التفي اه خي دوبل عن الاتفاق هذا دوبل عن التفي اه وعمول معمل شو بقى 12 سنه نرجع لجورج صياد ما خلونا تاخر شيء يتحكموا فينا تبع الطاقة بتوقف عم حط البنزين بهدلة العالم عم تتبهدل بلبنان بس اللي عنده شركات وعندهم مصالح هاولي ما بيتبهدلوا وكل الأموال معهم والأموال بالخارج طلعت براس اللبنانيين العاديين. نعم استاذ فياض بالنسبة لاتفاقية النفط مع العراق هل بتحل جزء من المشكلة وبعدين آليتها يعني بدها يعني بدها معالجة يعني بدها أيضا يكون في تفاصيل للعقد وبعد مش جاهز 100%. مضبوط اتفاقية النفط مع العراق هي عم تيجي تحل مشكلة الكهرباء بالحقيقة يعني عم تأمن فيول لشركة الكهرباء يلي كان مفروض يتأمن عن طريق القرض يلي أو تبع مصرف لبنان يلي هو بالمليار دولار عطوه 200 مليون وما بده وعم بيكون أكيد. نفط خام نعم هو نفط فيول أويل يعني مش نفط خام ولكن فيول ما بيتماشى مواصفاته مع المعامل الموجودة عندنا بلبنان بناء على شو بده ينعمل رح يصير في نوع من استبدال هالكمية بكمية فيول بطابق المواصفات اللبنانية من مين؟ عن طريق شركة يعني بيعملوا مناقصة في شركة بدها تعرض تسلمنا فيول مواصفات لبنانية وتاخد هي حتاخد الفيول العراقي طيب هيدا الشيء هيدا بيصير فيه يعني فروقات اسعار يعني مش اكثر من هيك بس في حدا بده ينظم هالعمليه طيب هيدا سهل يصير هلا يعني بسرعه مش انه سهل بس في شركات عالميه مهتمه انها تعمل هالسواب هيدا يعني سلمنا فيول للمواصفات اللبنانيه بدي اقاطعك تسمح لي اقاطعك هون استاذ جورج تفضل انا زلمه انا جوزيف ابو فاضل انا انسان عادي مواطن عادي انا ما لي ثقه لا بريمون غجر ولا بالوزراء اللي قبله باستثناء ثلاث وزراء قلت لك عنهم هوديك الله يرحمه الشهيد حبيقة أنا ما إلي ثقة وزارة الطاقة تسلم لتر نفط بس هلا أصلا ما إلي ثقة لازم يسلمهم اللي واعب بس إبراهيم هو يعمل مناقصة ويعمل مزايدة ويعمل كل شيء لا ثقة بهذه المجموعة اللي استلمت وزارة الطاقة ووزارة المال وزارة الصحة وزارة التربية وزارة الأشغال لا ثقة فيهم بعد اليوم بس خلص هلأ جاي حكومة جديدة المفترض أوكي عم نشوف شو بده يبين خلينا نخلي الموضوع بوضع بوضع الفيول الفيول هيدا مفروض يوصل لهون يدخل على مستودعات شركة الكهرباء يلي هي بتنتج فيه كهرباء وحسب ما سمعنا من الوزير انه هالكمية هاي اللي هي اكيد كتير كبيرة ومهمة بتكفينا على 4 أشهر على انتاج 10-12 ساعة كهرباء بلبنان اوكي هيدا يعني بخفف اذا بدنا نقول الطلب على المازوت بالنسبة للمولدات الكهرباء اللي هي اليوم عم تشتغل 20 ساعة بصير تشتغل 6-7 ساعات بخف الطلب على المازوت بالسوق الخاص نعم بعدين بالنسبة للوزارة الوزارة بتستورد مازوت كمان خارج عن شركة الكهرباء وبتبيعه بالسوق الخاص مثل الشركات سوق السوداء عم بيعه هي بتبيعه وبتسلمه على باب المنشآت بالسعر الرسمي خلي خبر بس يلي بيستلموه شو بيبيعوه خلي اشرح لك ايه خلي اشرح لك ايه استاذ جورج اشرح لنا الآلية خلينا نقول أول شيء إنه كلمة احتكار يعني اول شيء يعني بنرفض انا مبدا الاحتكار لان ما حدا عم يحتكر كميات ما عمل لك احنا عم نجيب كميات المتاحه لنا عم تنجاب ما عمل لك لك ما عمل لك لك انا عم بيقول بالمطلق ما عمل لك لك يعني مش انت عم بقول عنك سيركويت توزيع انطلاقا من مخزون الشركات يلي عم تستورده بيطلع بموجب سيارات لموزعين وبيطلع مفروض يطلع هالموزعين ويوصلوا على اصحاب الحق يلي هن اول محطه اول مستشفى او الاوتيل او المصنع لانه هن اللي عم يستهلكوا المازوت
هلا بين ما يوصلوا عم يوصلوا بالسعر الرسمي ولا لا موضوع في عليه شكوك، بس امتين بتصير هالشغله وقت بصير في نقص بالكميه. بس هيدي الشكوك، هيدي الشكوك وهيدي القصص اللي عم بتصير، مين اللي لازم يضبطها؟ وزارة الطاقة. يعني السؤال مبدئيا وزارة الاقتصاد اذا بدنا نحكي. أها. اليوم مين مسؤول عن البيع بسعر البيع؟ مين عم يوزع؟ نحن كشركة عم نسلم الكمية للكميون اللي بيظهر من عنا بسعر الرسمي اللي حطته وزارة الطاقة، بيستلم السعر بيدفع. بس انه اللي بده يراقب لازم وزارة الطاقة ولا وزارة الاقتصاد؟ انا برأيي اللي بيراقب من هون وبالرايح الاسعار والناس هو وزارة الاقتصاد. نعم. وزارة الطاقة ما عندها الاجهزة لتلحق العالم. بس اليوم في اجهزة امنية واجهزة حاطين، يعني اجهزة كتير كبيرة عم تلاحق هالعالم كله، يعني بيجوا لعنا بيسألونا بيلحقونا، وكل محطة أو شخص بيلقطوا عنده كميات مخزونة ومش عم ببيعها ببلغونا عنه، نحن كشركات عم نوقف التسليم لإله. بس هذا موضوع بيخلق مع الدعم ومع النقص. كل ما أنت داعم يعني عم تبيع سلعة أقل من حقها الحقيقي بده يصير فيها النوع من التجارة، وأم وقت بصير في نقص بالكميات يعني الاستيراد اقل من الحاجه بصير في سوق سوداء. نعم. يعني مش انا بدي اشكرك استاذ جورج فياض رئيس تجمع اصحاب الشركات المستورده للنفط على هذه الاطلاله، على امل انه تتحلحل هالازمه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا لك. بهمنا بالنسبه للموضوع من هلا ليجي الفيول العراقي في طلب عالي كثير على المازوت، لازم مصرف لبنان والدولة يسمحوا باستيراد كميات أكبر من المازوت إذا بدهم يكون في كهرباء بلبنان. مش معقول نقعد بلا كهرباء، يعني كهرباء معناتها وقف كل شيء. أها. وقف كل شيء. يعني المستشفى والمصنع والمخبز يعني مفروض يصير في حركة إنه يأمنوا مازوت أكثر. مش ممكن بالكمية الموجودة. وهيدي هلا لا يبلش العراقي. وهيدي مسؤولية مصرف لبنان يعني ولا مسؤولية؟ لا. مصرف لبنان لا يأمن الأموال. مسؤولية الحكومة. مسؤولية الحكومة يعني والدولة. عم بقول مسؤولية الحكومة. مسؤولية الدولة تلاقي الحل. بس اليوم نحن بكرة وبعد بكرة عم بحكي بشهر آب كله ما رح تكون وصل الفيول العراقي. مين بده يشغل مين بده يعبي الناس؟ نرجع يا استاذ جورج على سونا تراك، ساعة سرقين ساعة مش سرقين، ساعة بنتعامل معهم ساعة ما بنتعامل معهم، هيدي البهدلة. يعني ما انا يعني بصفتنا نحن شركات خاصة، بصفتك رأس مالي بدك تحكي القطاع الخاص، ما بدك تفوت على السياسة. بصفتك رأس مالي بدك تحكي، انا بحكي. لا مش قضية رأس مالي، نحن قايمين بواجباتنا، صرنا 40 سنة خلال الله يقويك مثلا عم قلك. لا عم تستورد وخلقت شركات توزيع وخلقت محطات، إذا شفت كيف كانت الخدمات تبعها. نعم. حطت استثمارات بالبلد، وزعت، ما انقطع البلد ولا نهار لا من البنزين ولا من المازوت. صح. كل العالم استلمت بضاعتها ببيتها او بمصنعها بالسعر الرسمي. صح. بقى هذا كله كان موجود وماشي. مزبوط. اليوم بس بلش الدولار يلعب وبلش كي اسمه دعم خربت كل الموضوع. نعم. شكرا لك استاذ جورج فياض على هذه الاطلاله.